احنا نازحين من عشيرتي عويساجر في الصخر، صار لنا هاي 10 سنوات، يعني هاي رمضان 10 سنة عايزين، ونريد التفاتة من الدولة، التفاتة من الحكومة، نشوف لنا حل. خيمنا غرجت هلكت، العالم قاعد تبزع من عندنا، العالم يعني ما يردوني، وين احنا وين نروح يعني، وين نلتجي؟ نريد من حكومتنا، نريد هاي يشوفوا لنا حل. وضعنا ما في وضع صفر، حتى رمضان اكثر المخيمات رمضان ما صومها، يعني ما عندهم فطور يصومون. اي برمضان ماكو فطور، اي قناه تجي قاعد ماكو فطور، ماكو، ما العالم ما عندها مهجره، ما عندها لا راتب لا عندها شيء، بيش يعيشون؟ ما عندها العالم. والله لا حول ولا قوه، احنا جاي تحت قيمة الله، ايش نسوي؟ ماكو. احنا اليوم عينا رمضان واحنا صيام، والله ما عندنا لا حول ولا قوه، قاعدين بخيم، والخيم تعرفون هذه المطره اللي مطرها علينا، ما ضل عندنا لا ملابس ولا غطيان ولا كائن لكون، وحالتنا تعبانه، ولا الحكومه ما صدت علينا خلاص، ولا تعرفنا وين نازلين. بس طلعت الناس الخير اللي تنظر عينه تجي خطيه يجيبونا متبرعين، والله ما عدنا، انفقد اولادي وزوجي من 2014 لحد الان، اي خبر عنهم ما لقيت ولا كائن لكون. هسه انا ما عندي معين، زوجي واولادي اثنينهم مفقودين، فقدوا من 2014 واي خبر من عندهم ما لقيت، واريد الحكومه الطيبه والناس الخيره يبحثون عنهم. والله حالتنا حيل تعبانه، هاي المطر شوف، هالكرفانات قرجت، هالخيام قرجت، ولا حول ولا قوه، كل شيء ما عدنا. يشهد الله في الدنيا، كل شيء ما عدنا والله، غرجنا والله، غرق فارشين، المي جوانا فارشين، يشهد الله. اي وين يفتحون ملف المغيبين، وان شاء الله عن قريب يطلعوا لنا اياهم. بس صف رابع ابتدائي، خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم نازحين من جرف الصخر في مخيمات البزيبز قطاع الثاني، هاي اليوم صارنا تقريبا حوالي 9 سنوات لحد هذا اليوم، اي كان يكون ما طبعينه وشاف شنو معاناة النازحين اللي هي في مخيمات البزيبز. امطرت قبل يوما علينا اكثر العوائل والله غرقت، لان هو اللي قاعد بخيمه، الخيمه ما تحمل لا عن المطر ولا عن الهواء ولا عن كان يكون. واحنا الوزير جت عينا هنا، شافت حالات المخيم، وشافت الناس اللي المعاناة مالتها. احنا اللي نريده من اختنا الوزيرة ومن الحكومة العراقية، عمي رجع ما درجع، مو ما يقدر يرجعوني، عمي خي ينطوني كرفان احط بيه عائلتي، لان يعني هذا جانا الصيف مقبلين على شهر رمضان، يعني الله عليك هسه ناس عندها بيوت قاعدة وحاطة سبالت، تقبلون انا عائلتي الصوم وتقعد بالخيمة كهرباء ما عندي؟ لريده من الحكومة ومن الوزيرة للنازحين فقط تنطي كرفانات، لان يعني والله احنا صارنا هاي 9 سنوات والله عايشين مأساة، اكثرها لا رواتب ولا شغل ولا عمل، والناس بها اللي عنده سرطان واللي عنده ضغط واللي عنده سكر، وما نقدر والله بس على الشهادة. احنا نريد نطالب من الجزيرة، نريدها تجينا جاية خاصة القطاع الثاني بزيبز، لان احنا قطاع ثاني ما حد يجي عينا ولا واحد يشوف معاناتنا شنهي. نريده من الوزيره تطلع علينا، نشوف العوائل ونشوف المعانات ونشوف هاي الناس اللي هنا سقاطه واللي عندها امراض مزمنه، احنا وين نطوي وجوهنا؟ وين نروح؟ بعد اكثر من هذا والله ما عندي. جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أنا وياكم أخوكم نازح من جرف الصخر ومعاق على عربانة، وشغلتنا حالة عبانة من ناحية المصروف ومن ناحية المسواق ومن ناحية الأمطار، هاي الأمطار غزيرة والناس قاعدة بالخيام، وهاي مرضى العالم كثرها مرضى، وأنا هل قدامكم والله زوجتي بها مرض السرطان ولا راتب ولا كل شيء، وهذا مخيمنا مخيم القطاع الثاني والله أكثره بأمراض سرطانية
وامراض سكر وضغط وشغلتهم حالة عبانة. واحنا ناشد الوزيرة، واني من الناس اللي معاق على العربانة، واجهت الوزيرة وجه لوجه، قالت راح اجيكم وراح اطلع عليك لجنة وانطيك راتب واطلع عليك باحثين. كل نتيجة ماكو، لا طلعت ولا وايقت علي ولا على ذل عمامي وقرايبي القطاع الثاني، ولا على كل قطاعات، ما بس اداعي نفسي، لا القطاع الاول والثاني والثالث والرابع. والله نهار انطرت انا من الناس والله اغرقت، ولا اقدر اركب ولا اقدر امشي ولا اروح ولا اجي، ولا حول ولا قوه الا بالله، قاعد والمطر فوقايا. الله شاهد علي، يعني الحكومه يعني والله هذا اقولها جزء تنقدون علي، اما والله حتى اليهود جزء التفت علينا. يعني صار 9 سنوات لا الحكومه، لا حكومه الانبار، لا حكومه بغداد، ولا حكومه صقع وفجعه، ما التفتوا لنا. بالصيف نار كبرى، وبالشتاء موت حمر، امطار وبرد وضباب، الله وكيلك ايش انت راجف، وكهرباء ماكو، وهذا مقبلين على صيف ومقبلين على شهر رمضان. يعني يلتفتون الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى هم وراهم موت وراهم حساب، ولو مات باكر ماتهم شو يقول رب العالمين؟ ها نسيناهم، ما ندري بهم، احنا مخبينهم، هم اخوانهم العراقيين، هم من العراق العظيم، او يا العراق يا ما ضحى ويا ما كاون لاجل هذا الشعب وهي الدولة. هذا ابن عمي 8 سنوات يقاتل، وهذا اخوي 8 سنوات يقاتل، وانا اخوي استشهد راح بحرب الكويت، والله يومك ليش ما جبته؟ اقسم لك برب العالمين، وانا زوجتي مريضه وبها مرض السرطان، وانا معاق. الحكومه ما تلتفت علينا، ما تقول ذولا احنا عاقطين في الصحراء، لا كرفانات، لا بيوت، لا قطع، لا رواتب، لا شيء. شدب الله تيجي الهجره تنطينا كرتونه مال المساعدات، اقسم لك برب العالمين ولا تنقدون علي، اقسم بالله نضرق عليها الفار، اقسم لك برب العالمين قاعد على عربانه. شد الله ما تاكلها شو يسوي؟ ناكلها من الجوع وتروح. انا من الناس والله عندي راتب، والله قطعت الحكومه، راتب اخويا مال التقاعد يدرون بي عمامي، والله قطعت الحكومه اللي صار 3 اشهر انا ما استلم راتب، اقسم لك برب العالمين. وعندي مريض كل 21 يوم يضرب جرعه. اناشد مدير التقاعد، مدير التقاعد الرمادي، اناشد مدير التقاعد البغداد، يعني التفت علي يعني رجال معاق وعلى عربانه، انا زين هذا مرتي تروح للطبيب وكل راحه لازم 200,000 250، منين اجيب؟ قطعت مراتبي، هو يلا 317,000 وقطعته. ليش زين ليش ما تقطعون راتب البرلمانيين؟ ليش ما تحسبون ذول اللي يبوقون مليارات ياخذونها بغير دول؟ ليش ما تحسبونهم؟ تقطعون راتبي انا رجال معوق على عربانه ولا اقدر اشتغل عماله ولا اروح ولا اجي؟ وينكم رب العالمين؟ اناشد وعيدها مره ثانيه، اناشد مدير التقاعد الرمادي، مدير التقاعد بغداد، ان التفتون علي وعلى على كل واحد قاطعين راتبه. ليش؟ يعني ما تقدروا مسعى على الفقير؟ ليش على البرامين يقبضون مليارات الدولارات؟ كل واحد راتبه 60 مليون ل 65 مليون، ليش ما تحاسبونه؟ ليش الحكومه من تبوك وباقي شو اسمه البرلمانيين من تبوك ليش ما تحاسبونهم؟ تجون علي أن تقطعون راتبي وزوجتي مريضة بها مرض السرطان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، واشكركم ورحم الله والديكم. احنا نازحين هنا عند الصخار من صار لنا 9 سنوات وما عدنا تصلنا مساعدات ولا تصلنا شيء، كل شيء ما عدنا نهاية يجينا العجاج ودمرنا، لا عدنا وجبة المسيب، صار لها 6 شهور ما جانا لا طحين ولا غذاء ولا مساعدات ولا كل شيء. اليوم صار 6 شهور ما جتنا مساعدات وماشي غير الله ومتورعين في سبيل الله، وانا هسه ما عندي لا راتب ولا عندي شيء. والله العظيم العالم تحسن علي وعنده ضغط، يوم يصعد 19 على 12 والله، ولا عندي ربع دينار اللي اروح بيه للطبيب، والله ما اقدر اروح، ما عندي كل شيء. هل تشوفون هاي كلها من العالم، واريد من الله ومنكم شوفونا تشاره يرجعونا يغيتونا مثل ما حطونا هنا، خلونا وراحت قيعانا وحلالنا وشيتنا، قاعدين هنا بالصحراء هنا بالصحراء قاعدين يغربين الرمل والسموم، لا مبرد عندنا، لا ثلاجة عندنا، لا مجمدة عندنا، لا دواشق عندنا، لا بطانيات عندنا، كل شيء ما عندنا. عاد احنا هنا علش يعني قاعدين هنا، غير يجون خطايانا مثل ما هججونا، غير يغيتون العالم. هسه شوف
هاي بالسهرة اليوم صار ثلاث ايام تمطر والله العظيم. هذا الشهاده جت تبرر اشتريت 50,000 والله العظيم. البارحه ما نمنا الليل قاعدين حاطين مواعيننا وقاعدين والبيت كله فلش جام كسر والبوب كسر وانا ما عندي وكل شيء. هال خلوا يشوفهم هذا رمضان العاشر علينا وحالات مرضية سكر ضغط أمراض خبيثة مرض السرطان صار عندنا أكثر من 5 حالات وبيهم وأكثر شيء صار بالنساء وبيهم من النساء توفت. عندي مرت ابن عمي من أثر هذا 3 عمليات وماكو يمكن ورا شهرين توفت. وعندي مرت خالي هذا بصفي هذا البيت هم نفس الحالة وهو رجال معوق. يعني هاي الأمراض يعني ما أعرف يعني شو نسويها ما أدري. فإحنا نطالب الحكومة بأن تنظر لنا بأن إحنا أبنائها وتنظر لنا بشفقة ورحمة ونريد كل شيء ما نريد منها بس ترجعنا لديارنا. إحنا فلح عندنا أراضي نزرعها وعندنا مواشي كانت قبل ما كنا هناك هم نشتري مواشي وندبر أمورنا. بس لحد هاي الساعة ماكو أي شيء يعني. أي مبادرة من اتجاه الحكومة اتجاهنا ماكو أي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. نطالب الحكومة بترجيع عوائل جرف الصخر. يعني صار لهم أكثر من 10 سنوات يعانون أطفالهم ونسوانهم يتبهذلوا أكثر شيء بالأمطار. وهذا جاء الصيف عليهم وتدرون حال الصيف شنو؟ يعني إحنا قاعدين بيوت وكعان قاعدة بيوت وسبالت وما يتحملون هذا الحر. نطالب الحكومة المركزية بأسرع وقت ممكن يرجعون العوائل. يعني العالم تبهذلت ما ضل العالم لا راتب لا أي شيء عندهم يشتغلون يعيشون به. يعني تبهذلوا وبهذلوا مو طبيعي خلاص. ونطالب الحلبوسي هو توعد يرجع جرف الصخر أكثر مرتين توعد لحد أسرع كل شيء ماكو. بس حكي ما يصير شيء. اتقوا الله هذا رمضان جي هل هلا بالعوائل المهجرة يعني هجر في الصخرة تأذى وحال أكثر من 10 سنوات صار لهم. والله احنا نازحين من 2014 نازحين بين المخيمات من مخيم واخر مخيم هنا شو اسمه كيلو 18. وهسه احنا نترجى من الطيبين واهل الكرام واهل الغيره وهنا شياب صرنا يعني كبه. الله وكيلكم محمد كبير يعني قلاص يثبت بدينا ماكو يقع بالقع. واحنا بشوارب الطيبين واحنا والله لا عندنا شهداء وعندنا عسكريين يعني ما يصير الشان الواحد يدحج علينا شوي. احنا شياب والله ما يصير الشان. احنا اهل الكرم كثيرين واهل الغيره كثيرين ما يصير هي شكل يعني شايب وعجوز هناك ياهو بالمنظمات
المخيبات. والله معيشية غير على الوجبات على الغذائي، ما حد نوبات يعني لو بالشهرين ثلاثة لو يجيبون شيء اللي يريدون على الفقرة، ولا اللي عنده راتب ما ادري شنو يا بالراتب ما يكفي، والله كله للطباء الله شاه ما يكفي. هسه واحد عنده 235 ايش يكفي؟ والله بيوم واحد راح انفضهم بالاطباء وش؟ واحنا اريد مساعدة اهل المناطق يدحجون علينا شويه، وهذا قرب رمضان واحنا والله صار لنا 8 سنوات من هجهج يعني بهال، والله بيصير واحنا نرجو من الناس الخيرين والطيبين يدحجون علينا الشياب، والله ما فينا انا بعد ما اشوف نظري بعد ما اشوف الا واحد يقول دقيات، واحنا اهل الطيبين بكت الله يرجعونا. والله كل شيء احتاج، كل شيء احتاج، والله مريض والله وكيلك قوه، الله وكيلك وعلق يودوني قياده، ما عندي الله لا حول ولا قوه. والله علاج اقول لك بالله العظيم يعني نوبات يعني حيل على حال نفسي من شهر للشهر، ما اقدر ما عندي اروح اجي، ولا شفت اللي يعني العلاج يعني شو الشريط يعني ب 18 19 ألف، والقطرة العين الله وكيلك ب 18 19، يعني والله ما عندنا من يعني ما تقول ما ادري على العيشة ما ادري على الطباء ما ادري ما احنا نادحين من محمدية وطلعنا بس 2016 شهر الثالث طلعنا على 60، ومن 60 ظلينا سنة وجابونا للسياحية، ظلينا 3 سنوات بالسياحية وجابونا على أساس لمناطقنا من السياحية على مناطقنا، بعدين أهل المناطق أكو كم واحد معارضين ونزلونا بالكلفونات ب 18، واحنا سنة ناشد الخيرين بالعراقيين كلهم، ما اقول اي فئه ولا كل مذهب اي مذهب، اي واحد خير بالعراق يرجع النادحين، اي واحد خير بالعراق يرجع النادحين، وصلنا 8 سنوات لا نقدر نشتغل ولا نقدر نروح ولا نقدر نجي، شياب عمري 73 سنة ها وقالوا لنا يا تبروا من ولدكم، تبرينا من ولدنا ارجع تعال نرجعكم، تبرينا وهي صار لها سنتين كله حكي بالهواء، وقت الانتخابات ياخذونا منا ننتخب ويرجعونا يقول ارجعوا مكانكم. معيشي هي أنا والله صعبة، حياة صعبة، أكو جماعة والله ما يقدرون على ربع دينار، ما يقدرون على ربع دينار، مساعدات من الرمات ماكو، من الرمات تسالت، من الرمات انشالت، بس ظلوا أهل الغيرة يجيبون، هذا عنده زكاة وهذا عنده
تعرف انت عنده فلوس زياده ويريد يزكيها. متوقعين على شهر رمضان. ايه احنا متجهين على شهر الخير والمحبه والتآلف. لازم الواحد اذا يعادي واحد عدوى بسيطه يسامحه بشهر رمضان. هذا رمضان ابو الخير ابو المحبه ابو الغفران. ما الله يغفر لكم. امشوا جوا رب العالمين وامشوا بالحق. عيشتنا مو شيء انا عيشتنا هل نقدر عليه نسوي ناكلين شوربه مرقه مال بصل مرقه مال طماطه هل نقدر عليه ولا مال لحم غير لحم ماكو. كلنا مرضى الله وكيلك كلنا مرضى زين كلنا مرضى. انا سبت انا والعجوز وبنات اثنين وياي لا شاقول ولا ها كل نهار وثلاث رايح حاطين الدكاتره نروح نطلع مصلخين الله وكيلك مصلخين. العلاج 50-60 كشفيه وتعرف انت. بالنسبة لكم هناك هنا بالمخيم يعني أكو أشياء أنت القنوات ما تعرف والله ما تعرف يعني أكو أشياء يعني خارج هذا. بس أنا أقول لي يعني شنو السبب من المنظمات ما تجي؟ ليش المنظمات ما تجي؟ ليش شنو السبب؟ شنو السبب منظمات ما تجي وتضحك على هذا المجمع؟ هذا ليس مخيم وإنما مجمع سكن خارج المخيم. بس والله اكو ناس حرام ما كل شيء مات. انا رجل معه وقعت 500,000 بس والله كل اسبوع تسوون يجيبون دجاج يسوون كل اسبوع. زين عجب اللي ما عنده شيء. زين انا رجل معه وقعت خضرات واقول 500,000 تكفي. زين يعني ما اقتنع بها راضي. بس اللي ما قاعد يقبض راتب شلون؟ قال شلون؟ انا اقبض راتب كل اسبوع تجيب دجاجه، صدقوا كل اسبوع يا منظمات كل اسبوع تجيب دجاجه ويقسمونها بالنص. الجمعه تجي على الجمعه تجي له. يعني بس مجردك زين اكو ناس ما عنده رواتب. انا عندي راتب واخذ راتب. بس اللي عنده مال ما عنده راتب شلون؟ يا منظمات انا مو بتعش عن منظمات. اي قناه تجي احنا نشكت. بس والله ما حد يجاوبنا ما حد يجي. انا اقبض راتب والله احكي عن نفسي. انا احكي عن نفسي انا يا منظمه اقبض راتب 500,000 شهريا والله اشتري دجاجه اقسمها مرتب الجمعه تجي الى جمعه تجي. زين اللي باقي شنون اللي ما عنده راتب يا منظمات شاكل والله اكو عوان ما ضاقت الشمع. الشمع هذا رب العالمين سواه ما يقدر يشتري يسمع بيوم اكل. انا والله جاي واحد دزلنا صعود شم كل واحد اخذ له واحد والله ما يقدر يشتري. والله صحيح اروح للعلاج مالي اخذه الوصفه مالتي 75,000 زين هو 75 هو 500 دينار كهرباء نقول كهرباء ماكو مي نشتري الغاز نشتري الوجبه 35 يوم او احتمال 35 يوم الوجبه لطب الوجبه الغذائيه مال الدوله. اسمع يا محمد اشياء السوداني 35 يوم يلا طب الوجبة يلا روح نستلم
لو الحمصات مو موجودة، لو العدسات ما موجودات، ولا أنا ولا عايشين على الحمصات والعدسات. لو طحين ماكو، لو شاي ماكو، شنو والله كل شيء. خلي يجون على المجمع 18، مجمع 18 والله أكو عوالي. فلا تأكل دجاج بالشهر مرة، وإحنا مجمعين علينا رمضان. شو تقولون رب العالمين؟ تريد تقشون بالفلوس بالمليارات. نسمع ميزان الدولة 195.92 مليار، وأنا راتبي 500 دينار بالشهر. اسمع يا محمد الشيعة السوداني، 500 دينار راتب مالي بين جمعة وجمعة. الجمعة هاي اشتري دجاجة يقسمها بالنص، تبقى إلى جمعة الأخرى ما نقدر كل شيء. والله احنا نازحين من حصيبة، وهنا عمرنا، هنا عمرنا سناك بالساكنين بالكرفانات، هنا ما نكمل تنطلع على بيتنا. وضعنا مو زين والله. شغلتي حندة ورا، لا مواد لا شيء، كل شيء ما عدا، وعطالة بطالة، لا شغل ولا عمل. نطالبين نريد المساعدة، جيبونا مثل غذائية، جيبونا شيء يساعدونا بهاي. من تمرض عندنا طفل حتى فلوس ما عدنا تارد نوديه، هاي وحدة. ما عدنا كل شيء، كل شيء ما عدنا الله وكيلك. ما شو اسوي، ما لا عمل يصعد ولا عمل ينزل، لا شغل ولا عمل. شغلة عمال 10 ايام يقعدون ونهار يطلعون، والله كل شيء ما عدنا. ونوبات حتى الباكيت السجاير ما اقدر اشتري، الله شاهد. والله كل شيء يعني مواد تعبان، يعني تعبانين حيل، يعني لا خدمات، لا هاي، مي ضعيف، يعني كل شيء ما عدنا والله. اي والله ما حد يعطينا كل شيء، وضع غير المستلمين الوكلاء يجونا، يعني ما حد يعني تجي لنا بشو، ما حد يجينا من يعني منظمات تجينا هنا، ما حد يجينا ابد. بس هم والله وضعنا تعبان حيل، حيل تعبان. لا رواتب عندنا، لا شيء عندنا، كل شيء ما عدنا. لا رواتب عندنا، لا شيء، حتى رواتب الرعاية ما عدنا له كذا. ما حد جانب، يجي منظمات هنا يشتروا عينه ويروحون. ولا ما حد الحكومة ما زلت ابد. ايوه. والله عارفين جت الموت. كل عقيم جت الموت وين ولا؟ ماكو حول ولا قوة. كنا نطالب يعني خدمات شيء هاي. سيد بعد الدولة أبو لك الحمد. والله هنا بالنسبة نطالب بمساعدات لهذا المجمع الخيرين، ناس واقعة أكثرها أرامل وأيتامة، ونطلب من الخيرين
أني على هذا شهر رمضان أني ساعدون هاي الناس، ساعدون هاي الناس الواقعة، وجزاك الله خير جزا. وضعنا والله وضعنا تدري هاي اللحم اتجاه رمضان متجه علينا، اللحم ما نقدر والله بصراحة ما نقدر نشتري كيلو اللحم، لأن وضعنا يقول أسوأ الأوضاع. فهنا عندنا المجمع والله بصورة عامة مجمع يعني أكثر محتاج يعني دعم بشهر رمضان المبارك، وإحنا نطالب الحكومة والمنظمات والناس الخيرة أن نساعد هاي الناس اللي متضررة. أستاذ العزيز، أكو عالم هنا والله ما عدها شيء أحد يساعدها، يعني أغلبيتها بس نساء، النساء إحنا الزيلة ما مدبرين العيشة، نوب نساء هنا والله عالم ما تقدر عشا الليلة، يعني شرفت عيونكم هاي السعين عالم قاعدة هنا بالمجمع هاي، نساء ما تقدر تطلع، تدري مرها ما تطلع لك، ما عدها شيء واحد يوديه لها ويجيب لها، يعني حالها والله ضيع. يعني من يجيب لها من يوفر لها؟ احنا الشباب والله نقدر نطلع عماله نجيب لنا ابو 10000 15000 من اساعد امورنا، بس نساء والله بالماس عالم ما تروح، ماكو غير الله، وثم انتم تقدر تشوفون الحل لهذا. اي والله يعني هذا الشيء لازم تسوون به صوره حل، وبالمجمع هذا اغلبيته والله اكو نسوان ما تقدر عش الليله، والله ما تقدر عش الليله خلاص. يعني احنا والله نقول الشباب نطلع على عمال نشتغل نجيب لنا درجه بتقول جاك هذا رمضان، هذا رمضان يريد مين تجيب مره، مين يجيب تروح شاد من الشارع والله ما صاير. يعني تقدروا انتم وقت الله توصلون صوتنا تسوون لنا حل هذه الامور، يعني مشكله على الله تعالى خلي يجون على المجمع هذا يشوفون بعيونهم، يعني لا تقول بشر هذا شوف بعينه يقول لك انا وين عايش، شوف المجمع اغلبته نساء، نساء ما يروح يطلع بالشارع يقوم يشتغل، يعني نقدر نعالج امورنا ما يخالف، بس اكون نسوان والله ما تعالج هذه الامور.